قال ابن الجوزي رحمه الله: يجب على من لا يدري متى يبغته الموت، يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر. سبحان الله، ملحظ عجيب جدا. يقول أكثر من أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر. ولهذا عندما ينظر الإنسان في 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 في, في الأسر عموما ويسأل، يقول: من في الأسرة من المعمرين؟ لا يكون كل الأسرة معمرين، بل من يعمر في الأسرة عدد. تجد الذي مثلا يبلغ منهم 80 أقل من الذين يبلغون 90، أقل من الذين يبلغون 100، أقل من الذين يتجاوزون 100. وأما الذين ماتوا من الأسرة أطفالا وفي مرحلة الشباب فيما بعد ذلك، أكثر ممن يعمر. ولهذا يقول رحمه الله: أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشبان. بل أحيانا يكون في بعض البيوت رجل مسن كبير في السن وأمراض وإلى غير ذلك، وأهله يتوقعون أنهم في بين يوم وآخر أنهم يفقدونه، ثم يفاجئون بفقدهم لأحد الصغار في البيت، أو أحد الأطفال، أو أحد الرضع في البيت. فمثل هذا الأمر عندما يلاحظه لا يغتر بشبابه، لا يغتر بصحته، بل يتنبه لاستغلال هذه المرحلة تنبها عظيما، لأنه لا يدري متى يبغته الموت، فعليه أن يكون مستعداً.